على مستوى السوق السعودي، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.49% عند مستوى 11372 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 6 مليارات ريال فاصل 929 مليون. جاء سهم شركة اتحاد عظيب للاتصالات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، نسبة بلغت 7.57%، ليغلق عند 78.20 ريالا. تلا سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، نسبة بلغت 6.69% عند 67 ريالا. كما ارتفع سهم شركة ذيب لتأجير السيارات بنسبة بلغت 6.59% عند 82.50 ريالا. بينما تصدر سهم شركة أسواق عبد الله العثيم قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، نسبة بلغت 2.97% عند 14.36 ريالاً.